أكرر مرة أخرى أن عليك أن تأمل، لا تفقد الأمل أبدا. إذا فقدت الأمل، إذا وجدناه اليوم سأضطر لإنفاق ما بين 500 إلى 1000 روبية. المهم أن تأمل، لا تفقد الأمل، وحتى إذا لم تجده اليوم فستجده عاجلا أم آجلا، أتفهم؟ إذا كان الطفل ذاهباً إلى المدرسة ثم اختفى، فإن البعض قد اختطفه، وإذا استمر هذا الأمر سيصبح مشكلة كبيرة، ويهتمون بهذه المسألة في العالم بكل جدية. إنه أمر جدي وهام جداً للغاية. ينمو هؤلاء الأطفال في أسر فقيرة جداً، آباؤهم لا يحبون مراجعة الشرطة لحل مشاكلهم، وحتى إذا أخلينا سبيل 4 أو 5 صبايا من براثن المجرمين فسيبقى هناك المزيد من أولئك اللواتي سيواصلون استغلالهن ولن نعرف عنهن أي شيء. ستكون هناك تلك الفتاة التي هربت من النيبال وأخرى قاصرة وقد ركبتا القطار ومعهما رجل واحد ويرافقهما على الأغلب إلى مومباي. لا توجد في الهند إحصاءات رسمية عن الأطفال المفقودين أو المختطفين، ووفقاً لبعض المعلومات يختفي كل 8 دقائق في البلاد طفل واحد. إلى أين تذهب؟ مع من؟ أين هو؟ أنت والده. هذا الطفل معك؟ إلى أين تذهبان؟ واضح. من هو لك؟ كيشان 13 سنة وكان قد اختفى في 11 من الشهر الماضي. كان يرتدي قميصاً أبيض وبنطلوناً أزرق. إذا كان أي شخص يعرف مكان وجوده، نرجو إبلاغ الشرطة فوراً. عمره 13 سنة فقط.
فقدت ابني. أنا حزين جداً، لا أنام في الليل، أتسكع في المدينة طوال النهار، أحياناً أخاف، لذا أجلس على حافة الطريق. أسأل عن ابني دائماً، أسأل الجميع عما إذا كان قد رآه أحد. إن كنتم رأيتموه أخبروني وسأبحث عنه مهما كان الأمر. اسمه كيشان. أشعر أن حريقاً في داخلي، لا أستطيع العمل بشكل طبيعي. لا أريد فعل أي شيء، أعود إلى المنزل، لا أفكر إلا في الطفل، أخرج إلى الشارع، أفكر أيضاً فيه دائماً. أخرج في الصباح من المنزل وأجوب الشوارع بدراجتي بحثاً عن ابني، وألصق الإعلانات. لا خطة لدي، أبحث فقط هكذا بلا خطة. الشرطة تبحث، وهذا أمر جيد، لكنها تبحث بطريقتها ونحن نبحث بطريقتنا، في الشوارع، في الأزقة، في المساجد والمعابد البوذية. لن يفعل أي شخص آخر ما أفعله من أجل ابني. وعندما أكون منهكاً من النعاس أعود إلى المنزل في الليل بعد الساعة الثانية أو الثالثة. الحسناوات السمراوات، هذا هو المصطلح العام للصبايا مما يسمى بالقبائل الهندية المسجلة، اللواتي يصبحن ضحايا الإتجار بالبشر. إنهن صبايا غير متعلمات من أسر فقيرة جداً، لهذا السبب يمكن إغراؤهن بسهولة تحت ذريعة العمل في المدن الكبيرة، حيث يصبحن ضحايا للاستغلال الجنسي. تم تشكيل ولاية جهارخاند مؤخراً نسبياً في عام 2000، وتشير بعض المعلومات إلى أنه تم منذ ذلك الوقت اختطاف حوالي 1,000,000 فتاة من الطبقات الدنيا. تعتقد بطلتنا أن حياتها ما زالت في خطر، لذا لن نكشف عن وجهها وغيرنا اسمها باسم مستعار. اسمي؟ أنا من حدث لي مع، لا أعرف كيف أتحدث عن ذلك. غادرت المنزل عام 2014 بعد عام عدت، ثم غادرته من جديد بعد عامين. ماذا؟
أردت أن أتعلم، ولكن لم تكن هناك فرصة. كان أبي مدمناً على الكحول، ولم يكن يهتم بنا، ولهذا غادرت المنزل. كان عددنا 6 أطفال، وكانت أمي تبذل قصارى جهدها لإطعامنا. وإذا نال أخوتي التعليم، أمل أن يكون لهم مصير مختلف. سأكسب المال وسأساعدهم. هذا ما فكرت فيه وقررت مغادرة المنزل. قابلت شخصاً جاء ليأخذني، ولم يكن أحد يعرف بذلك، ولم يكن أحد يعرف أنني سأسافر. وتوجهنا إلى رانشي، ومن هناك إلى زوج أختي الذي قال إن علي مواصلة السفر مع هذا الرجل. وأخذت أعارض ذلك لأنني لم أكن أعرفه، وكان من الأفضل لو سافرت مع زوج أختي. خائفة لأنه لم يسبق لي أن كنت بعيدة عن منزلنا مثل هذا البعد. نعم، شعرت بخوف شديد، ولكن ما العمل؟ كنت طوال الوقت أفكر في المنزل، وكنت أفكر في والدي، والخوف ليس مساعداً هنا، فقد جئت للعمل، لا وقت للخوف. لم أرغب بفعل ما كانوا يطالبونني به، فهذا لا يناسبني، ولكنهم لم يصدقوني، لأنهم لا يصدقون إلا أقرباءهم. وتوسلت إليهم للاستماع إلي، ولكن ذلك الرجل كرر قائلاً: نفذي ما أقول لك، وكان يضربني. إنهم أناس سيئون للغاية، كانوا يضربونني كثيراً، كما كانت زوجة صاحب البيت تضربني وتسبني، وكانوا يطعمونني بشكل سيء ويؤنبونني ويسخرون مني.
تعبت من البحث، لا أحد يعرف أين هو. بحثت في كل مكان، في جودجافا وفريد أباد وآجرا وليغادا وحتى في راجستان. ينظر الناس إلى الصورة ويقولون لم نره. وزعنا 4500 إعلان. ذهبنا إلى أماكن مختلفة. في دلهي لم يعد مكان هناك لم نذهب إليه، وفي كل مكان يقولون إذا جاء سنخبركم. هذا ما يقولونه دائما. لا نستطيع الآن البحث عنه كما في السابق، لا نقود حتى لتزويد الدراجة بالوقود، ولذا لا أستطيع الذهاب إلى مكان للبحث عنه. سابقاً عندما كان لدينا المال كنت أبحث في كل مكان بلا قلق على النقود. القطار القادم من مومباي والذي يمر عبر راجندرا ينقلون فتاتين بشكل غير شرعي. هل لديكم معلومات ما عن هذا؟ أنتما من النيبال؟ هل هي معك؟ وهو معك أيضاً؟ هل هو معكما؟ هل يرافقكما؟ ما ثمن الفتاة الواحدة؟ هذا يتوقف على المكان الذي تذهب إليه وعلى الشخص الذي تعمل عنده. أي؟ يتوقف على كرم المشتري. إلى أين تصطحبون الفتيات؟ إلى أماكن مختلفة. من أين تأتون بهن؟ وماذا تقولون لآبائهن؟ نقول إن كل شيء سيكون على ما يرام وسيكسبن مالاً جيداً. هل تعرف هاتان الفتاتان ماذا ستعملان؟ قال لي إنك ستحصلين على عمل وسأجعلك ممثلة، ثم قال إنه ليس لديه المال. أنهينا الجولة الأولى من الأحاديث مع هاتين الفتاتين وعرفنا أن عائلتيهما فقيرتان للغاية، ومظهرهما لا بأس به، فهما شابتان.
لقد وعدوهما بالعمل في السينما وفي الحانات الترفيهية، ويعدونهما بأنهما ستكسبان هناك ما لن تكسباه في أي مكان آخر، ولكن هذا كذب. هما ضحيتا هذا الكذب الذي لا علاقة له بأرض الواقع. اتصل البعض ببروبو وقالوا أنهم رأوا ابنه في الأحياء الفقيرة في الطرف الآخر لعاصمة الهند العملاقة، فهرعنا إلى هناك. من اتصل بك يا بروبو؟ أحد معارفي. أحد معارفك؟ نعم، من معارفي، ولكنه لا يعرف بالضبط هل عاد طفلي أم لا. يقول ربما. إلى أين نذهب؟ أكشردهام، معبد أكشردهام. سنكون بعد نصف ساعة. أعطي السماعة لكيشان، أريد التحدث معه من فضلك. مرحبا، أين كنت يا بني؟ أين ضعت؟ يا بني سأتي الآن. تحدث معي. أين أنت؟ أين كنت؟ كل شيء على ما يرام، أنا قادم. حسناً أنا قادم. لا تقلق، سأصل إليك قريباً. حسناً. إن احتمال العثور على طفل في مدينة دلهي التي يعد سكانها بالملايين ضئيل جداً، ربما سنصبح شهود عين لإعجوبة. ماذا حدث يا بني؟ أين كنت؟ أين كنت؟ قل لنا. قل لي. ابقى هنا. بروبو وتركناه لوحده مع ابنه، ومنذ ذلك الحين انقطعت الصلة معهما.
توجد في الهند إحصاءات رسمية موحدة عن الأطفال الذين فرقوهم عن آبائهم وأمهاتهم، وتعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن 44 ألف قاصر يختفون كل عام، وتعلن الشرطة عن فقدان 80 ألفا، وتصف اليونيسيف المشكلة بأنها إبادة جماعية، فعدد الأطفال المفقودين يصل إلى عدة ملايين.